مع الأستاذة الشاعرة رانيا عبد العال. يا شايل من هواك الكاف، يا شايل من هواك حضنه، إذا كان بينكوا أي خلاف تعالوا عندي وتهدموا، وإذا وعدك وكان خلاف فوعد أشد لك ودنه، أنا وإنت وهواك بنخاف إذا غاب الكرام يضنه، وإذا أهل الغرام تعالوا فمين بعدهم يدنه. أمانة دعوني يا أهل الله يفك القلب من لبنه، ده أنا جيانه من الألياف وعطشانة الحنان مدمه، كأني واقفة من الأوقاف في طرقة موصلة لعدمه، كأني واقفة من الأوقاف في طرقة موصلة لعدمه. حبيبي حبيبي غلبني لمس كتاف وفكرت بندى حبه. قصيدة حسين عليه السلام. وقف القلم عاجز عن رصد الكلمات، كان الحسين حاجز مكانه في الأموات، لما الرسول آتاه في منامه بعد الوتر جسمه البريء والضار، بعديها حط العطر، رايح لجدي وزينب، رايح لجدي الناس، من آذى آل البيت قد أعلن الإفلاس، جده الليالي وفاه ما عادش فيها جروح، لو جده كان وياه كان افتداء بالروح. زينب تقول أرجوك لا تخرج أخي في الخارج المعتيه، فيقول يا أخي لا ترتخي هما اللي خربوا فيه، أرجوك لا تخرج أخي هيقتلوك تقتيل، فيقول يا أخي لا تقلقي أنا ابن بنت رسول. يومها الفرات انتحب والدمع سائل على النيل، فالنيل بدوره سحب الحزن على المحاصيل، والحد طلعت رجب ما كفهاش مناديل، القتل كان له سبب من يوم ما سنه قبيل، اللي انت قتلك عجب لمجرد التقتيل، القتل كان له سبب من يوم ما سنه قبيل، اللي انت قتلك عجب لمجرد التقتيل. قال انا شفت جدي في المنام، قال لي يا انت يا لينا، قال لي يا انت ليا رايح سبعة وخمس معانا، انا عشت فيهم عد صالح سبعة وخمس معانا، أنا عشت فيهم عبد صالح لا يستوي أبدا ختانه، اللي انذبح مع اللي ذبح. شكرا.